إذن ضروري ما نتأثر أبدا بكلام الناس اللي يحكى من وراء ظهرنا، يكون عنا ثقة بنفسنا، نعرف نسلم أسرارنا وأخبارنا، والأشخاص لازم يعرفونا على حقيقتنا وحقيقة حياتنا وتفاصيل حياتنا، نعرف لمين نسلمها، نوثق بالعالم، بس العالم اللي هن محط ثقة نقدر نسلمهم اللي عنا، لأنه أوقات في عالم عندهم بس الحشرية يعرفوا شو في عندكم، شو هي مشكلتكم، فقط ليستلذوا ليستمتعوا لهدف آخر أو لغايات تانية. إنما في أشخاص أكيد بحبوا يعرفوا مشكلتكم ليسمعوا لكم وليريحوكم وليحاولوا يساعدوكم. ما عم نقول نلغي الثقة بالعالم، ولكن يكون عنا القدرة لاكتشاف الأشخاص الحقيقيين اللي فينا نسلمهم أسرارنا وأخبارنا. بالنتيجة بتعملوا اللي انتو بيريحكم اللي انتو بيخليكم سعداء، هاي اهم شيء بالحياة اللي بيدلكم عليه قلبكم، لانه القلب هو دليل صحيح وهو بده مصلحتكم. خلينا نروح على صالة السينما اللبنانية نشوف كمان مرة مع غيدة شو في من افلام. شادي الفخارة يا مريد، عودي صبي عليك، هيدي اخر فخارة عملها قبل المرة. ضمن افلام الاسبوع الفيلم اللبناني مورين أو القديس المتنكرة، أول فيلم لبناني تاريخي عن صبية بتطمح أنه تخدم بالدير وبتضطر تتخفى كشاب حتى تقدر تعيش مع الرهبان. إنتاج ضخم مع تقلى شمعون فرجلة، كارمن بصيبس، منير معاصري، غسان مسعود، منير كسرواني، سمارة نهرة، واسم خلالاتي، علي سموري، وكلوي نهرة وغيرهم. الكتابة والإخراج لطوني فرجلة. كل شي بينبنى على كسبي رح بيضلوا كسبي. شو حلوة هالكسبة. What should I have said? Hey, I'm Katie Price. I've watched outside my window for the past 10 years and I've been in love with you, stalking you every minute. This is what Taylor Swift does. She has awkward interactions with boys and then she just writes amazing songs. والفيلم الدرامي Midnight Sun عن صبية عمرها 17 سنة وبتعاني من مشكلة بتخليها ما تتحمل نور الشمس، مع بيلا ثورن وباتريك أرنولد شوارزنيجر. وفيلم الأنيميشن Throne of Elves عن معركة بتنشأ بين الأميرة ليا والألف الغامضة إلينا اللي حصلت على جوهرة بتخولها تتحكم بكل العالم اللي هن عايشين فيه، بأصوات أشلي بويتشر وجي كي بوز. Black Dragon Gem. Use them to your heart's delight. Your father always said he wanted you to be a pilot. وفيلم الساينس فيكشن Pacific Rim Uprising بنسختين 2D و3D عن اتحاد ابن ستاكر بنتكوست مع ماكو موري لقيادة جيل جديد من الطيارين بما فيهم بعض المنافسين اللي ممكن يشكلوا خطر عليهم، مع جون بويغا وسكوت كلينت إيستوود. I Luke send a message to all those that follow our Lord Jesus Christ. والفيلم الدرامي Paul Apostle of Christ عن بول اللي بينتقل من كونه أكثر الأشخاص المضطهدين للمسيحيين وتحولوا إلى أكثر الرسل المهمين عند يسوع المسيح، مع جيمس فولكنر، جيم كافيزل، وأوليفييه مارتينيز. All clear. It's not quite perfect, but it's ours. Think of all the adventures we're gonna have. وفيلم الأنيميشن Sherlock Gnomes عن نوميو and جولييت اللي بيوظفوا المحقق شيرلوك نومز ليكتشف سر اختفاء أصدقائهم بالحديقة، بأصوات أميلي بلانت، جوني ديب، جيمس ماكافوي، ومايكل كين. Our next clue is in the park. Get us directions quickly. Just follow the blue line on the ground until you find the giant red thumbtack. Careful, it looks pointy. Sherlock Gnomes. That's not how a squirrel shakes. This is nice, right? There's someone else standing here? Is Tamara home? I think you have the wrong trailer. ولا محبي أفلام الرعب The Strangers Pray at Night
عن عائلة مؤلفة من 4 أشخاص موجودة بمنطقة معزولة وبتعرضوا لثلاث مختلين عقليين ومقنعين خلال الليل مع كريستينا هندريكس ومارتن هندرسون. تعرفوا في مجموعة أفلام كتير حلوة بالصلاة اللبنانية، فيكن طبعا تختاروا وتنقوا الفيلم اللي بيعجبكن وتحضروا. أما هلأ نحن وياكم، أول شيء بدي أشكر كل اللي تواصلوا معي عبر السوشيال ميديا، عن جد كتير الكومنتس حلوين وكتار وقريتهم أنا شخصيا كلهم، بس ما رح أقدر أقريهم كلهم على الهواء. رح نروح نحن وياكم عند الشيف حسين ورشة ملح. عنا عدة أطباق، في جاكيت بوتيتو اللي بسموها كمان اللي بتشوفوها كتير بالشوارع التركية مع الخلطة اللي بقلبها يعني سلادات وقصص وجبنة وإلى آخره وحبوب، فيها كتير انجريدينس بقلبها كتير طيبة. كمان عم يعمل وصفة قاطع على الآخر، قاطع على الآخر، ما تنسيها شاف هيتك على الآخر. ما بعرف شو صاير. لا جوزيف بعدني على الأول بعد. بس شو هي قاطع على الآخر يعني رجع اشرح لنا إياها. يعني ما فيها أي دهون جوزيف، ما فيها، ما فيها لحمة، ما فيها زيت زيتون. بعرف أنا بطبخ بزيت الزيتون. دهون الكويسة يعني. طبعا نحن بنروح لعند الشيف لتحضيرات الوصفة لليوم ورشة ملح.